اختتم معرض نبض حلب للحرف اليدوية والمهن التراثية فعالياته بعد تمديده ليوم واحد نظراً لتزايد عدد زواره الذي تجاوز 3000 من محبي المقتنيات التراثية والفولكلورية. إقامة المعرض الحرف اليدوية والمهن التراثية بالتشارك مع الأمانة السورية. الحقيقة هذا رسالة للعالم لكي نذكر أن النبض عاد إلى الحرفيين إلى ورشتهم بحلب. يمكن نذكرهم بمنتجات الأجداد والأباء. هذه رسالة لكل الحرفيين الموجودين في الخارج لكي يعودوا، لأننا نقوم بتأمين كافة ما يلزم لهم. الغرض الأساسي كان منه هو ترويج لبعض المهن الحرفية القديمة التراثية وإيجاد سوق تصريف لها من خلال زيارة الأشخاص المعنيين بهالأمور. وحتى في أشخاص عندنا نحن من الأمانة السورية أخذوا منح تشغيلية شاركوا في المعرض، وعندنا خريجين كمان خريجين دورات مهنية بالأمانة السورية مشاركين في المعرض. في بيع بالمعرض ساهم بعملية كثرة الزوار. في إقبال يعني جيد جدا الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا كله بيساعدنا بسوق الخارجي، بيساعدنا بالبرة إنه حلب موجودة وعمال تعمل تشتغل ورجعت على عافيتها، وحلب الحمد لله تنظفت من الإرهاب وعدنا إلى أماكننا وعملنا وشغلنا. أنا بشتغل ديكورات من جب صين مواد عازلة. هي مشاركة المعرض صراحة بتدعمنا لأنه نسوق منتجاتنا بتفيدنا. نحن بنشتغل كجروب كامل بالبيت بقصص الحلويات وهي التفاصيل اللي شايفينها شغل الباتسري بأنواعه، وهي من تحضيراتنا طبعا أنا وعندي بنتين وابني بنشتغل فيهم. وبنشجع هيك معارض لأنه تلقي الأضواء على الناس يلي عم تشتغل إن كان بالحرف اليدوية وإن كان الصناعية وإن كان غذائية لتفتح مجال اقتصادي بمدينة حلب. شاركين بالصناعة الريال والتحف والصمديات أهمية عالية كتير وكويسة، وبدنا نعطي فكرة عن العالم إنه على منتجاتنا الوطنية. بالنسبة لنا مشاركتنا بالمعرض كلها شرقيات والتراث العربي الحلبي السوري عموما الشرقي. يعني هون عندنا كل قطعة بتحكي حكاية بتحكي قصة. عندك هون أول شيء الصاية اللي هي القماش، وعندك القطعة المخيطة كمان. في عندك هون السمنية هاي مشهورة كتير، السمنية اللي هي اللونة سكري واللي لونها أسود. في عندك هاي القطعة الزي المغربي، زي مغربي تونسي، قطع على الزينة كتير حلوة.